بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نواصل التوتوريال نبدأ شابتر 4 Fundamental of Confections نشوف الـ Sample Problem 4.1 Temperature Rise of Oil in Journal Bearing Consider two large isothermal plates separated by 2 mm عندي هذه plates وهذه plates ثانية separated by ايش؟ by اي طبعا الثكنس تبعه هنا كم 2 ملم يعني انه ال هنا تساوي 2 ملم يقول لك انه هذه البليت انها ستيشنري بليت هذه البليت لا تتحرك اللور بليت اما الابر بليت هذه فهي في حركه تتحرك في هذا الاتجاه بسرعه 12 متر للثانيه يقول لك انه two plates قال لك انها isothermal، ايش معنى isothermal؟ معناها ايش؟ درجة حرارتهم ثابتة ما تتغير، إذا كلهم درجة حرارتها كام؟ 20. two plates، إيش المطلوب؟ obtain relation for the velocity and temperature distribution in the oil. إيش معنى هذا؟ ال عندي هنا سرعة هذا الأويل، هل هي سرعة linear زي ما هو موجود عندي هنا، أو إنها parabolic؟ او انها عندها شكل اخر بدنا نعطيه ديستريبيوشن تبع توزيع السرعه وكذلك درجه الحراره داخل ما بين تو بليتس اولا بدنا نروح للتيبل اي 13 علشان نطلع عن درجه حراره 20 نطلع الثيرمال كوندكتيفيتي والميو اللي هي دايناميك فيسكوزيتي التيبل هذا اي 13 موجود عندك في الابندكس 1 موجود عندك في نهايه الكتاب نشوف قال لنا اويل يعني هنا عندي اويل انجن درجه الحراره عندي كام اللي هي عند 20 اطلع كام اطلع الكي واطلع الدايناميك فيسكوزيتي المطلوب منا وي تيك اكس اكسس هذا الاتجاه هذا هو الاتجاه الـ x-axis، الاتجاه الـ y-axis، الاتجاه الأعلى. To be the flow direction and y to be the normal direction. مثل ما هو موجود عندي هنا. This is parallel flow between two plates and thus v equal zero. ليش v equal zero؟ هل في حركة الـ في الاتجاه الاعلى هل هذه البليت تتحرك في الاتجاه الاعلى لا تتحرك بس في هذا الاتجاه اذا كل الحركه الموجوده عندنا هي حتكون ايش في هذا الاتجاه اذا ما في مركبه هنا عندي اليو وهنا عندي الفي فقط موجود عندي يو ما في عندي الفي الفي حتكون دائما تساوي صفر ما في حركه في اتجاه الواي اكسس Then the continuity equation Reduce to the continuity equation موجودة عندنا هذه هي إيش اللي حصل هنا ما فيش V لا في ولا مشتقتها. إذا صارت عند الكونتينيوتي اكويشن فقط ان الدي يو أوفر دي اكس ايكوال زيرو. ما دامت مشتقتها بالنسبة للإكس اليو إذا كانت عندك مشتقتها بالنسبة لل تساوي أي اكس كذا كذا، إذا كانت مشتقتها بالنسبة للإكس تساوي صفر، معناها أنها ما تعتمد على الإكس أكسس أصلا، فهي تعتمد فقط على الواي، الواي هي اليو هي فقط بدلالة الواي. ناخذ كمان المومنتوم اكويشن طبعا دائما على الاكس اكسس هذه هي المومنتوم اكويشن طبعا نحن شفنا في الكونتيونتي اكويشن انه اليو دي يو اوفر دي اكس انها تساوي صفر وقلنا انه الفي نفسها انها تساوي صفر اذا هذا كله يساوي صفر وما في عندنا دلتا في اوفر دلتا اكس ما في عندنا فرق في البريشر بالنسبه للاكس إذن المعادله هذه نتج منها هذه فقط نكامل المعادله هذه مرتين حيعطينا هذه لينير ايكويشن اذا واضح انه الفلوسيتي على الواي اكسس هي لينير ماشي بشكل خطي مثل ما هو موجود عندي هنا في عندي السي 1 والسي 2 لازم نجيبها بما دام عندي الباوندري كونديشن فحنجيبها بها ايش ما الباوندري كونديشن اللي عندنا؟ عندنا انه البليت هذه ما فيها حركه، اذا اليو عند الصفر تساوي صفر. اذا قلنا اليو عند الصفر، طبعا نتكلم عن الواي، الواي هنا. اليو عند الصفر تساوي صفر، تساوي ايش كمان؟ تساوي الواي، هذه مشات يعني ضربنا في الصفر هنا، تساوي C2. اذا ال C2 هذه ايش؟ تساوي تساوي صفر. الباوندري كونديشن الثاني لما نكون عند الأبر بليتس حتكون الواي تساوي كم؟ الواي تساوي ال اذا اليو ال ايش تساوي؟ تساوي مثل ما سميناها نحن الفي هنا عندنا وعارفين انه قيمتها تساوي 12 تساوي سي 1 واي سي 1 واي هنا سي 2 ما راح نحطها لانه يعني قلنا انها تساوي صفر اذا ايش؟ c 1 تساوي كم؟ تساوي الفي على ال اذا صارت المعادله هذه اليو اف واي يكوال سي 1 سي 1 اف واي والسي 1 تساوي مثل ما جبناها من هنا تساوي اليو اللي هي هنا الفي على, ال ال على ال الواي هنا قيمتها ال اوكي الفي على ال مضروبه في واي هلا بدنا نشوف التمبرتشر التمبرتشر لازم ناخذ لها الانرجي اكويشن هذه هي الانرجي اكويشن معها الديسيبيشن هنا ايش هو ديسيبيشن متى يحصل لاحظ انه الاويل الموجود عندي هنا انه فيه لزوج لزوجه تبعه كبيره جدا وبالتالي حيكون فيه فيسكوس فيسكوزيتي حيكون لها تاثير اللي هو ديسيبيشن لازم ناخذ بالحسبان هنا لاحظ هنا في قلنا انها تساوي صفر راح الجزئيه هذه الدي تي اوفر تي اكس كمان هذه تساوي صفر ليش؟ لانه درجة الحرارة نحن قلنا هذا هنا ايزوثيرمال هذا درجة الحرارة هنا ثابتة دائما 20 هنا على التو بليت اذا درجة الحرارة تتغير فقط في اتجاه الواي ما تتغير في اتجاه الاكس اكسس اذا ايش؟ مشتقتها تساوي صفر وبعدين في عندنا دي ال نفس الشيء هنا مشتقتها الثانية كمان تساوي صفر دي تي اذا عندي هذه بقت عندي هذه كي دلتا سكوير 2 اوفر دي واي سكوير الديسيبيشن هنا الدي واي اوفر دي اكس هذه قلنا انها تساوي صفر الدي في اوفر دي واي كمان تساوي صفر لانه الفي نفسها تساوي صفر بعدين هنا في عندي الدي واي دي في اوفر دي اكس كمان تساوي صفر لان الفي نفسها ما في حركه في اتجاه الواي اكسس اذا ما بقى عندنا الا ايش دي يو اوفر دي واي طبعا سكوير تساوي صفر اذا نختصر هذا الشيء الى هنا اذا كي دي سكوير تي اوفر دي واي تساوي ماينس ليش هنا ما ال V اوفر ال لانه شفنا من المعادله الماضيه ديستريبيوشن تبعها انه دي واي قلنا انه الواي انها تساوي الفي على ال في واي اشتقها بالنسبه للواي حتختفي عندك الواي هنا يبقى بس الفي على ال ودنا نجيب الباوندري كونديشن علشان نعطي الديستريبيوشن يعني اولا عندنا هذه المعادله ودنا ايش نعملها نعملها تكامل نفس الشيء مرتين حتعطيني تي واي ايكوال في عندي سي 3 وسي 4 في عندي هذه الثوابت لاني عملت تكامل مرتين لهذه المعادله كيف نجيب الثوابت الموجوده فيها اللي هي تيز اللي هي نعرف انه تي هنا تساوي 20 والتي عند ال اللي تي هنا عند صفر عند الواي تساوي صفر والتي عند ال تساوي كمان 20 اذا من هذه الباوندري كونديشن نعوض بها هنا فبنجيب قيمه السي 3 والسي 4 اذا الديستريبيوشن تبع تمبريتشر هذا هو عند كل نقطة من النق... عند كل واي ممكن نعرف ايش هو الديستريبيوشن تبع التمبريتشر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.